فيما يخص قضية وحدة سنة الترابية، وإننا لنعبر عن فرحتنا الكبيرة لهذا الإنجاز المولوي السامي في كسب تأييدات كثيرة من طرف دول المأمور وفتح عدد من القنصليات في كل من الدخلة والعيون، وهذا إن دل عن شيء إنما يدل عن أحقية المغرب في صحرائه. وكانت فرحتنا ستكبر وتدون عبر التاريخ لو سمحت لنا السلطات بمدينة مكناس من تنظيم الوقفة السلمية الجهوية الذي كان موعد تنظيمها يوم 23/12/2020، لكن سنبقى دائما مخلصين لملكنا ولوطننا، وسنبقى في الشارع نناضل وندافع عن حقنا ومستحقاتنا. إن هذه الشريحة تعاني الإقصاء والتهميش والهشاشة، ونحن الفئة الأكثر تضررا في هذه البلاد. ضعف المعاش، هزالته، لا يساير التكلفة الاجتماعية الصاروخية. ناهيك على المشكل العويص والكبير عما تعانيه أرامل شهدائنا ومتقاعديها. ضعف الأجر الذي ربما الأفضل 750 درهم، لا يتعدى 750 درهم. هذا المعاش الكبير 750 درهم ديال الأرامل. بالله عليك، هل هذا يكفي لسد رمق العيش مما اضطروا معه الأرملات لامتهان حرف دون المستوى لكسب قوت العيش؟ هذا يندلوا الجابين، وكيف بكينا احنا بحقنا؟ حتى لو كنا احنا كفئة رجال ربما نقدروا نجيبوا الأجر ديالنا بطريقة أخرى. خصنا ننظروا لهذ الأرملات اللي كيخرجوا مساكن يخدموا في الليل، كيخرجوا في 4 الصباح يخدموا على أساس باش يحاولوا يشدوا الرمق ديال العيش ديالهم، وهذا أوهن من بيت العنكبوت. ولكن هذا لا يمنعنا، ولكن هذا نطلب من الجهات المسؤولة أن تلتفت لهذه الشريحة وتعطيها حقها المشروع، أقول حقها المشروع الذي يتضمنه المنهم المطلبي الذي جاء به بيان 2018. وكفنا من التهميش والإقصاء لهذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس وأعطت أرواحها ودماءها وشهداءها من أجل وحدة ترابية في القرقرات التي نتكلم عليها الآن، فيها دماء إخواننا وشهدائنا. وحنا من بغينا نخرج نعبروا على الفرحة ديالنا بهذا استرجاع بخلاء البوليتاني من هذه المنطقة، بداو كيضربونا السلطات المحلية وبداو كيقهرونا وكيجروا علينا وما يخليوناش ننظموا الوقفة ديالنا اللي تتمين فرحتنا وتكميلها. أما فيما يخص مستحقاتنا وهو حق قانوني كنساليوه للدولة، وهما التنقلات العسكرية الديبلاسما، هذا حق التنقلات العسكرية في المناطق الجنوبية، راه باقي كنسالوها. هاد المستحقات ديالنا مازال في ذمة الدولة منذ 1983 خصهم يعطيوها لنا، حنا تنسالوها، وهذا حق مشروع ديالنا كنسالوه للدولة. هذا في الشق القانوني، أما الشق الاجتماعي في المؤسسة الحسنة للأعمال الاجتماعية هي مكلفة وخصها تفعل ذاك البند ديال 34/97 اللي دائما حنا في الصالح ديالنا لو فعلته المؤسسة. دابا لي روتريت ديالنا سون ستاغني دو بي بون لي ريت، يعني هاد لي روتريت ديالنا واش كافينا؟ ما كافيناش. الناس كيشدوا الأرامل، كاين اللي باقا كتشد 400، كاين اللي باقا تشد 600، كاين اللي كتشد 8000. يعني هنا أعلى سالير ديال أجيدون شاف هو 6000 درهم، 6000 درهم لا تسمن ولا تغني من جوع، خصوصا الناس عندهم ديبلومات عليا. وهاد السيد اللي كيهضر معك دابا مباشرة راه عنده ديبلوم من الولايات المتحدة الأمريكية في إصلاح الصواريخ. حنا كنا 4 شهور ديال لاجونسيت كلها وما دوزوناش دي زوفيسي سو بريتيكس، لان اللي دازنا دي زوفيسي ما غنخدموش. زياده على هذا، ابناء المتقاعدين كلهم لا بليبار فيهم اللي والديهم كيديباسيو 60000 ريال ما كيشدوش لا بورس. الور اوطونك يعني كنشوفوا اون كونتر بارتي كاينين الناس دي زونتربرونور، الناس لاباس عليهم كيشدوا ولادهم شدوا يستافدوا من المنحه، وحنا مع هاد الدوله ما استفدنا حتى من شي حاجه. وحنا كنا نطالبوا صاحب الجلاله باعلى صوت باش يشوف في هاد الفئه ويشوف في هاد الشريحه المهضومه الحقوق من جميع الجهات. ولادنا ما خدموش، حنا كنا في الخطوط الاماميه ديال الدفاع، ديك الساعه كان كيشميونا الاشاويس. راه حنا دابا الناس هاد مساك الناس اللي خرجوا قبلنا واللي كانوا اللي الناس اللي خرجوا قبلنا واللي حطوا الروح ديالهم الارواح ديالهم تحطت في الصحراء، وكانوا هما الاساتذه ديالنا علمونا وخدمنا معاهم، خرجوا بواحد المعاش هزيل. كتشيطنا جوج فرانك، ما لا هي ديال التطبيب لا هي ديال باش تعطي لوالديك باش تقري ولادك. انا دابا عندي ولدي مشى كيقرا في فرنسا، ملي درت له الدومون ديال لابورج ديالو ما بغاوش يعطيوني، باركونتر فرنسا عطاتو لابورج ديالو عطاتو السكنه عطاتو كلشي. واش باه خدم مع المغرب ولا خدم مع فرنسا؟ هذا
العلماء، يعني هذا هو السؤال الذي اريد ان الحكومه ان تجيبنا عليه. وصاحب الجلاله الله ينصرو راه مأشر على هذا الشيء، على الحقوق ديالنا، وقال لهم عطيو للناس حقوق ديالهم، وكما كتفعل جميع الدول في العالم فيما كيخرج المتقاعد العسكري، يعني كتعطيه كتوفر له السكن، وتوفر له التطبيب المجاني، وتوفر له التنقل المجاني. وهادو بالعكس يا اخي، حنا كنطلبوا صاحب الجلاله ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى وصاحب الجلاله باش يعطي واحد باش يلتفت واحد التفاته مولويه ساميه لهذه الشريحه، باش يشوف من الحاله ديالها لانها تعيش يعني في الحضيض.